بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأظهار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كبيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. وحا أن كبر علينا سورة الأنبياء قيبه ظهر آية لحية طبعا سورة سلا ذر كيسا وحي آد قلنا نحن حصنيسا حقوق ذا قفك بني آدم كاهي انت وإفكا شوغا وحصلنا يحقيتنا حق أوين أو إلهي حقي سبحانه وتعالى قفكم مركا ويفكن شوغا إسكما شوغا أوني حقوق بهرق لنيا وحقي تنيا ولقوا أطون صلي إلهي إنه قد وانيا مركا عبادة الله وتوحيد الله إلهي التوحيد كسي عبادة دي سؤال وقفكم حقي تنيا ونو لي هل كان سورة تاسي كل بردن كسو وريق إسايا إلهي كل بسيطات كوغو إفتيمنيا إلهي وحول وما خلقنا السماء والأرض ما نانا بورين سمدي يلولكي وما بينهما إيا إنت كل حيسة لاعبين أنقو عيارين حكمة روا بورني تاسمي لعين لو أردنا حتى ندونين أن نتخذ لهوا شيء لهوية بلا معنى إنا نصميسنا لاتخذناه من لدنا أكتا يدا نصميس الله إن كنا فاعلين ما كنا فاعلين من هي وحاك وصمين يا أبو لهي بل صعدا فنقذف بالحق حق وحا أن قبك سينينا على الباطل باطل كدوشي سال لقبت سينيا هبل سينيا فيدمغه مركاسو مسكح لبربورينيا فإذا هو زاهق وابا باطل كيوك لكعي وإسكودا طيب بربوري ولكم الويل هلاك بالليدهن قالوا مما تصفون وحاشيك إيسان درادي وله من في السماوات والأرض إلهي وحليها خلقك السموين كسوغان يكوى دولك كسوغان ومن عنده ملائكة إلهي أكتي سجوغا كأكدو ربي المقربين لا يستكبرون عن عبادته إلهي نعابدان اسكموين إياه ولا يستحسرون كما ندى على عبادة إلهي يسبحون الليل والنهار هذين يما لمب إلهي بالتصبيح سنيا لا يفطرون من الدالية وحتال الله إلى ركما يبغي كواسي بوا خلق إلهي ساسا إلهي ومارة مر والبع عدي كلمة كفر أي كسوف ليسي عدي باطل وضعه عدي بين شيء أبا إلهي ساسوك جوابي وأيوب بني آدم ك
waa iska daciif maskaxdiisa oo xumaanta lagu disayo ee loo sheegayo xaq barbar socdo oo ka qanciya haddii aanu jirin wuu ku dhibci doonaa uun wuu ku dhibci shayaatiintuna had iyo jeer waxa baadilka iyo xumaanta ah way soo dhigaan oo warbaahintay ka sii daayaan oo way qoraan oo way riixaan iyaga oo musakhraf ka dhigaya waxa ay qurxinayaan شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هذا الكود وهذا النحناحية أو البومبونية أو القرحية لو باطلة سادة لا تدر هدي أن لها لحق بربر سعودة سولين يا وحاسو شوف هذه عطينا يا كلاتورة يا ولا يا بطلك قار كودين يكون بقين كراه واي مركاي لهاي سقوطت كان دين لا وياشا حقيقة لا أبو ريكا دعي سرت نرش أن فهمين السجى وجواب يوحل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين عر يدولي أنت كل حس إلهي أبو راي إلهي مركو أبو راي وحل أمان أبو رين ده لاعب لاعب كوه حوي حق مضره ماشان كون كان مركو إلهي كان أي حق مضره مو أبو رين وكان أي وقت بو قادنا يا ماشو كسار الدونا محاط له حق مضره أبو رين تين فرب ضمن نصوص آية المامس تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبارك الذي خلق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت والحياة يريد أن نلاش أبو رياض سنة داس تذكر ولا مرة يا عد ولا وقت بقى هذا نيس سي امتحانك الله مرة امتحانك الله مرة مركا هدي أن دون يبا إلى هول شيء لهوية dadku wax la yaqaan cidooda madaxda muluugta iyo boqorada iyo kama marma wax la weeyo bila macna laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala taasaagti sabataal wixii soo wada isagu waa xakiim wixii soo wada xikmad laacibi allah wa aqti samayaal hadaan ka doonayaba aqtayda ka keensan lahaaba ilaahay idinku ii samayn maysa laakiin ana samaysan lahaa milladuna culimada qaarkood waxay leeyihiin lahwigan iyo lacibkan la sheegayaa waxa weeye waladka iyo oorida iyo ubadka ay ilaahay u sugeen gaalada marka loo eego ilaahay xaggiisa dee lahwiga lacib bay noqonayaan ilaa waa lahwiga lacibku waa waxaan meesha qaban oo la keeno wax dawdarro ah weyn lahwiga lacib waa wax dawdarro meesha la keeno marka ilaahay waxaan qaban mar hadii lagu sheegay waa lahwiga lacib lawiya lacibo ubad iyo oori ah hadaan samaysan la tagtaydan ka samaysan la idinku ii sheegi maysaan oo tilmaami maysaan ilaa gaaladu qolaba waxbay sheegeen yahuudi waa cuseyr baa inay ilaahay bay dhahay kristanku ciisa inay ilaahay mushrikiintu malaa'igta ayaa habla ilaahay marka idinku ii samayn maysaan milladuna agtaydan ka samaysan lahaa buu ilaahay hadii wax jirat iyadoo la ogsoon yahay waxan ay oori iyo ubad uga dhigeen ilaahay midnaba inaanu kufu ahayno aanu la mid ahayno aanu ubadii oritoona u noqon karin in kunna faaciliin intu macnayaashay faa'iideysa waxaa ka mid a annafi in bimacna annaafiya oo markaa la odhanaya maa kunnaa faaciliin lahwi iyo lacib iyo ubad iyo oori iyo ehel midnay lahay ma leh intaa markaad soo aragto xujaa ka dhacday daliil baa sugmay waa diin wanaagsan oo saafiya marka haddaba diintaa la caddeeyo muuqaalkay leedahay waxa weeye ee tawxiidkaa saafigaa dadka quluubtooda ku dhibco sida uu baadilka u buufinayo uga saaraya waxay ka dhigan tahay dhagax culusoo intoo la qaaday waraabatuurkaa miisaaman intood soo qaado dhala halkaa taalla ama quraarad halkaa taalla balqabadsii maxay sawirkeeda yeelanaysa dee way firdhaysa in yariba quraaradaa meel buu maraya ilaa dhagax baa lala eegtay marka baadilka xaq uu ka hor yimaado ee la isu miisaamo ama la isu xujo dhigto fayadxadu markaasuu meesha ka baxaya naqdifu bilxaqi cala albaatil marka qadfigu waa tuurida shiidka weeye wax weyn lasoo tuuro marka baadilkiina ka'annaho uu quraaradiiyo xaqiina dhagaxoo kale yahay fayadmaqu dimaaqu dimaaqu waa maskaxda maskaxda dimaaq leedah maskax dhagax lagu dhuftay ama dhagax quraarad lagu dhuftay fayadmaquhu markaasuu burburinaya faidaa huwa zaahir markaasuu tirmaya yanbaxil meeshuu ka baxaya marka qofka xaq wadaa
waanu xaqiisana ku kalsoonaadaa, naftiisana ku kalsoonaadaa, ilaahay u keenayna ku kalsoonaadaa. Waxaase ayaan daraa kii xaqa waday hadduu habrado, oo kii quraaradda sitay ama midhka beedka sitay hadduu ka baqayo ama ka walaacayo ama ka khoofayo aanu u bareeri karin oo aanu waajihi karinoo naftiisa iyo xaqiisa midaba aanu ku kalsoonay. Waa muslimka mushkiladda haysata uun. Muslimku beriga ee miisaanka lahaayeenna xaqoodaasun ba inuu miisaanka leeya waa aaminee. Marka dambe mariiqa laga siibayna, dee xaqan uunbay xaqiiqadiisii fahmi kari waayeenoo baatilka sawirkan leh quraaradda ee beedka itaalkaalah unbaaba laga baqay oo dabeedka. Markaasa habrashadani ay tihiin. ولكم الويل مما تصفون جواب كلا إله هو بحيي ملائكته هتي وحلاج شجعه وكهذا وحلو ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ملائكته إلهي أكتسه مقربين تاه أنت بابين ذا إلهي وشعري يقول إلهي شعري كأجنو كواسي إسكموينيان عبادة إلهي طال هتاك macnaheedu waa kuwa iyaga la caabudaybaaba iyagu ilaahay caabudayaba. Haddii iyagii addoommayhiina ilaahay caabudayaan, sidee baa loo caabudi karaa dee? Ilaan iyagii baa cibaad, waa cibaadul mukramuun. Addooma la maamuusay weeye, marka sidee buu addoon dee ilaahu noqon karaa? Ilaah ma noqon karaa eeka ilaah ku sheegunbaa ayuunbaa ku gaaloobay. Walaa yastaxsiruun, waa daalka, macnaha ma daalayaan. لا يتعبون ولا يملون وكعل إلهي وصلوا سيد إلهي عابد يا ونوعه يسبحون الليل والنهار هبين يا مالن ده وقت وهبين يا مالن يعني هذا هو طول الوقت وقت قصيد ودين إلهي عابد مرك النبي آدم عليه السلام إلهي دون ين وأبو راه توقيسية ملائكته وحي ويدين حكمة كترتا إلهي وأبو ريو aadam iyo duriyadiisa iyadoo ay dhiig daadin doonaan oo dhulka ay fasahaadin doonaan. Marka waxay barbar dhigeen wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ilaahay waanu kuu tasbiixsanayna oo taqdiistaadii ammaantaadaanu wadnaa waqti walba. Marka halkan ay yusabbixuuna layla wannahaar, shaqadooda waa laa yafturuun, futuurku waa daalka, daalna labada ficil way sadkaynayaan, laa yastaxsiruun laa yafturuun ma daalaya. Nooca weeye waqtigooda cibaada ku wada qaadanayaan. Si kale kolkaad u eegto arrinta masalada caqiidada way ka hadashay aayadu, oo macnaheedu yahay cidaan la ogolayn waxan lagu loo qiray ama lagu sheegay oo malaa'igta ah yaan meel laga dhicin, ilaahay xaqa lahaanayaan laga qaadin xaqiisa subxaanahu wa tacaala. Haddii tusaale kalena waa noqon kartaa latiifaho min curdi alaaya, aayadda barbarkeeda laga qaadan karo bani aadamku inuu malaa'igta ku daydo halku shaydaanka ka dayn lahaa, shaydaanka halku ka dayn lahaa waa inuu malaa'igta ku dayda. Sidaa daraaddeed hadduu islaam malaa'igta ku dayo bani aadamku waqtigiisa oo dhan isaguna cibaado uu ka dhigi karaa, xataa cunnadiisa iyo hurdadiisa iyo raaxadiisa ayuu cibaado ka dhigi karaa. Laa yastaxsir walaa yaftur, isagoo aan daalaynin isaga laftiisu. Oo waxa la doonayaa uun waajibaadkana inaad la timaado, sunnayaashana aad la timaado, wixii mubaaxa ee marka hore aan ciqaab iyo sawaab ajri iyo cadaabtoona midna kaaga sugmayna, iska mubaax. Markaad doonto inaad iska seexato, iska shaqaysato, iska cunto, iska cabto, iska socoto, waxyaabaha noocaasoo kale ah ayuunbaad biniyat alcibaada, niyo wanaagsan unbaad ku lifaaqaysa. Islaamkuna wuxuu ku leeyay innama alacmaalu biniyaat, camalka waxaa laga tixgeliyaa oo caadada laftigeed cibaado ay kugu noqon kartaa shayga caadiga ahi markay niyad timaado. Marka haddaad cunayso waxaad leedahay ilaahayow nicmadaada waa kaaga mahadnaqay, shukrigii baad la iman. Waxaan ugu xoogaysanayaa nicmadaasoo energiga iyo tabartaan u qaadanayaa si aan u tukado, si aan u cibaadaysto, si aan ku raaligeliyo, si aan kadaa oo kadaa wixii wanaagsana aan u qabto. Marka hurdadii kadaalik biniyat alcibaada ayaad u qaadanayaadana. Marka doorka malaa'igta waa isku shabihi karnaa inkastoo inaan gaarin. Am ittakhaduu, ma waxa ay samaysteen, bal ittakhaduu min aalihatan, ilaahiyaal bay samaysteen, ilaahiyaashaasoo min al-ard, dhulka ay ka samaysteen. Am ittakhaduu,
أيتخذوا ما وحي سميستين آلهة إلهية من الأرض هم ينشرون إيقوا ضدك كصو صار يدولك لو كان فيهما آلهة عرك إيدولك هدي إلهي الكتر لهايين إلا الله إلهي موي إلهي الك لهدي وهلين لهايين لفسدتا ويسكت هذا الله ويبابي لهذا ويخرابي لهذا عرية الرباء فسبحان الله إلهي بحمانك وفيه وهلباء رب العرش عرشك إسكاله عما يصفون وحي سمينيان شيغيان تلماميان أيك هفي لا يسأل لما ويديو عما يفعل وحو سمينيو وهم يسألون يقوى وسل ويديني مش وحويان مبدأ إسلام كو كدولة يا وحوية دادك إن لقنعية قلوب تودنا الهانتو كي قد عوايانا وهلاك سمو يضو حق عدية أكاي لا إله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه كي هلاك سمي نار بريرية يضو ورك عدية ببريرية كي نولانا يا إيماني الدين كل نولانا يا نيضار كو عدية أيو نولانا يا marka intana aayadood waad arkaysaayo dood iyo xiwaar waxayna barayaan sida loola doodo dadka wax istaawiya ama wax baadila inagu sheegay inuu sawaab yahay sida loola doodayo daliiladii kuwa naqliya oo marka de ilaahay adoomaha toos ugu sheegayo waa leey ki naqliga ha laftiisii baa waxayna baraya daliilka aqliga sida loo isticmaalo ee uquusha loo qanciyo marka su'aasha ilaahay uu soo dhigay waxa weey am ittakhadhu aalihatan min al-ard hum yunshirun talo nimankii ma waxay soo heleen ilaahyaal dhulka dadka ka abuura ilaahay isaga abuuray khalqigan oo dhulkan uu ka abuurayo malaa'ikta nur buu ka abuurayo jinka naar buu ka abuurayo midba meeshu doono ka keena hadaba ma ilaahyaal bay soo heleen abuurayaala macnaha arintan khalqiga waxa ilaahay u raacinaya إله أستانتي سواء أبو ريه إله وحبا أبو ريه تستوي له كل نقنية مركا نشرك الدواء عرنت هم إيهو ينشرون الناس والخلق من الأرض ملك خلقك كسو صار يو كسو نولين يه سيدي إله وحو أبو ري مقار أبو ريه جلا أما آخر إله سيدو حوالات دادك وكسو صار يو سوء علين يو مقار دادك وسوء علين دونا جلا ترى مكوا سالح يلاي war awooda ilaahay ilaahyal lam yey talab soo hareen maaya taasi ma jirto waxa aayada isku macneeyeen aayadka ku sugan suuratu tur ee asilada iyo habka waydiinta faraha badan ee ku jiro am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am khuliqu min shay'in min ghayri shay'in waxa la abuura ilaah la'aan miiska yimaadeen أم هم الخالقون ترى مساء يقع أي أبو ريالة أم خلق السماوات والأرض بسعر كان يدلك وأوين بأبو ريالة سؤال هذا دليل كعقل جاي لها وإن بريا وحوينا عقل جاي نستعمال عقل جاي علم جاي نقول إسلك هالشنينة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا عرك يدلك مخلوقات كينو أرك ينو وين لبضا هدي كتير الهيان إلهي مو إلهيال كلو وهلية sida u may hagaagsanaadeen irku hagaagsan yahay dhulku hagaagsan yahay falagu hagaagsan yahay meerayaashu way hagaagsan yihiin makhluuq oo dhan way hagaagsan yahay hab socodku ilaahay ugu tala galay wax waliba u socdaana qurux badan oo la mahadinayo wax yar haddu ilaahay isaga oo xikmad uga jeeda ay si noqdaan waadiga arkaya dadku sidu isugu daadanaya dal iyo dadba iyada ay badu kacdo ama duufaan dhacaan ama dhul gariir dhaco dhibaatada basharka ku timaada waa dareemi karaysaa لفسدت ويفسد هذه الآية ولا قوم كريم با آيات كلا يسكن معنى إله إله هاي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون هدي إلهي الدوري أي توق إلهي ويسقفصن الله markaas la dhahaba kullu ilaahin bima khalaq ilaahu waliba intu keenay caalamka ayu qaadan la wala ala baadhum ala baad wana la kala atkaan la sunnada meesha ku jirta cid waliba ay ka marqaati kuraysa waxa weeye
إذا حصل التعدد حصل التخالف والتغالب ما دي تاوي مادو او قوانك او قدام بايد داد وضي عدي وضي يالاتو اسخلاف باي ماد مركو اسخلاف كاسي مادنا اسقبس باي ماد اسقبس كاسي كل كو يمادنا اسو اوات شغشا سماد اسو اوات شغشا حطي تمادنا ده وحي ليسو اوات شغتين وبربرو ayaat maato laba dibiyo waweyn hata meel isku qabsadaan cawska dhexdooda burburaa galay noocyo kale bal hada quraanku sida uquusha wala hadlaye marka wax la isweydiinaya kaunki talo miyu fasaaday aan cid kala adkaato isku qabsatay miyey jirtaa maya kaunki saw sax ma aha idan tacadud baan jirin idan takhaluf ma jiro wax isku khilaafay ma jiro hadii wax isku khilaafay aanu jirina wax tacadud la yiraado iyo wax tiroobay baan jirin إذن ينتج هذا الكلام هذا الكاس وحول لم يديها إنت أصلا ليس سوي ديها وحي لم يتهي إن إله نمذ الله هم كورو صنته سبحانه وتعالى مركا نسكوح إن برا يا عقوش عقلك دورين ولي دور كأوين بولي عقلك لكن كريم بان استعونا إن علمي قلنا والله لا الأخرية لذلك با شرعي قينو وشرعي قمضا عقلك تحقلية انتا سو آيادود با فهم اي فقه اي عقل اي اولو الالباب انتا سو رمي بوحا اي كور رمي قيمة انتا عقل قلسي بل وحا اينو اركينا اينا اي دين تاني دين الفطر والعقل دين تا فطرة اي عقل اينا اي تايوانو اركين ساسا نسكو نو جهين اي وحا الكن كسو او روري مرك كل هاد دي اله نمد اله يسغو رورت اوود دولا يلبتي وحوي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يسقع عدي ما ويديسه وحص ما يه خلق قال لك ولا سؤال وأساسه أساس القرآن عد أن وحو سما يه يفعل كيس لقد بتك تونين آخر أي الدنيا ده ما شرته ملائكة على السؤال يا ومرسلين على السؤال يا ومسؤولين على السؤال يا والرعيات على السؤال يا أدون كنا ولا سؤال يا آخرنا ولا سؤال يا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وأنا سكوت دار تيوا إلى هاي عد ولا بوحي أي سما يسوى سؤال طبعا لما سبب عد أنا يقول وإلى هاي سبحانه وتعالى تاسيا عد ولا بقى كواب شري سايو واتلا إلى هذا عد ولا وح قبنا يساوى بقى يكو قبطها أما إلهي بقفك أسكبق له أما آدم كبق له قفك وحبو إفسادية وحبا مهجاتية بقاس مرة تكبح أم اتخذوا من دونه آله ما وحي سميستين إلهي يا لنا الله هين قلوا وحات إلى هاتوا برهانكم بل دليل كينا كان هذا القرآن كان هيا ذكر من عدب وعد ويه معي أنا إلى الصعداء مسلمين تاه قرآن بويه وذكر من قبلي أمته إيقه الرئيين قرآن بويه بل أكثرهم لا يعلمون الحق انتو ذبضان حق مقرن ينواتشهال فهم معرضون وانا يسيكي سنية وما أرسلنا من قبلك من رسول هرتامان صادر النبي محمد الرسول إلا نوحي إليه وحان أوحيانا الرسول والبع أنه أرنك وحوي لا إله إلا أنا إله أنا إيقهين مجرئ فاعبدون اعبدا سؤالها سي كو صوت سؤالها سي هاي ددك كو قنعي جواب سوغان با لغا دونيا كجوابي وايا وا انو قنعي با لو قادنيا معنى تمي متي دي الهي ال سميستين نيمانكو يلاهدين الهي اله نيمدا الهي ال با كو هلي دليل كون كان ده وبسل الدين وعقيده وحل افلا اسكيل هادون كو سكون ميسه برهان قالوا بهي برهان وحجة مقنعة دليل وحقن عنك رأوين هي قالوا بهي لذلك بحر ذي شعر الرماع عقيدة ذا كصابسا دليل ضعيف وما بهنا دليل قوي بقوا بهي من قرآن وسنة هدي دليل كأي كان كروا أنا أذوق دليل كذا وشك دليل كأجوا ذكر إلى هاي وكسية قرآن كلايرا سجع عقيدة ذا وصلا سجع علم ذا وصلا سجع دين ذا وصلا ومد بلا قرآنه إنه كهرتما دو مد قرآن حيثتا وأيان ترهوين وي كا قرآن كوضون باد دوذي وذا إن لغود أقبلا بيحي مركا آدوغو نعمة إلهي وكسيو كوغود دي قيب برهان كي أه وشيك دادك
مركا قرآن كلا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ذكر اسم من أسماء القرآن ويهبين حالي سوارك مركا أنا عدة إلى سعطان مؤمنين عصر جايجا أهي أمد النبي قرآن بويه كوي جهر يا عيسى يا موسى كواب ترسنا يدي ما هذه وقت جهرنا قرآن بويه غير بنو إسرائيل ين النصارى ذا وحي جوجا وقت جه رسولك صلى الله عليه وسلم وعي كترسينهين من قبله عدي كهر يسبه كترسين سدادرت كصع ما يس كتاب كي يجيب عنه هاي سنينا توراة بانه هاي سنينا إيه إنجيل بانه هاي سنينا كصع ما يس لكن أنت سوا آيات بين صامرنا سورة البقرة أصيب بدنا أو إلى هاي وكلها ليه غير بنو إسرائيل يدا ولا ليه هاي لفرعين الرعاة النبي عليه الصلاة والسلام مر الله كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام قيب ير أقوابنا التوراة كم إذا عمر أبوه هوان مريني عمر بن الخطاب أي أيدينا نحقه يك ولا على النهاية ودين تاي قانا حقا توراة إيسو يلا قرية مكوبا نجاه نبي قوكا عليه الصلاة والسلام عمر أيو تاو قولي واي عمر نمركو أركينو نبي قو عراضي وحاو كل واقع وحي قنعين لها إلا صاحب كيو يقانايه وحاو لرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إلهي نرب بان رالي واه إسلام كان الدين نبي محمد الرسول محابا داو عرام بوركي قواني أرجعك ساسو ترسيم أني شكي هذه موتة نبي قاعد بو فرح عليه الصلاة والسلام ما قالت بولاين يعني وقص عنا وحوري إذ كلا دايو النبي موسى تون نالان لها كما يسعتني إنه كتاب كان أقبل مويان إنه أنا جا إيه كتاب كان أقبلون بقص عن الهاي لكن موسى أنا هاي التوراة بعثنا كما يسعتني هذا ذكر من قبلي ذكر من معي وذكر من قبلي وحتى كنية أن كتاب كأنن إيه رسول كأنن يدين تن إسلام كا عقيدة في يعني لقال أحلي كتاب كي السنة وحويا وعقيدة عالمية وعقيدة عد والبقى العنيس عد أحنا يسموه يعني عد بوحي كدي دم الهوى دي ما هكلاتك هاي استا رسول بيشجعني نكون روسين يكتاب لكنه مات إسلام ويسوى ذا دوينيا أو يسوى ذا روبيسيه كتبتي إلهي إيه رسوشي إلهي لما أنت ذا وذا الرميسين عقيدة ذا عيد لقاها لعا وضدك مسلمين تأهل إلهي نوا كو أماني كو أن كافي عني أنتو أمري أي قاتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلهي بقوا أماني مرول بقفك مسلم كاي وكجر هلي كريا عدي أي دودة يعني الدين كلا وضع وكجر هلي كريا ولا نقول رسوش إلى هاي مع كاجا مع رس مع كتاب كي سوى الرمايس ناية هذا رسوش إلى هاي كتبتي لهاي مو الرمايس أنت وحيكون ما رئيس تان مركا كوا ما لها كريستن كلا نعنا عليها وأنا احترامي نبي محمد محمد ثقفتا هي قرآن أنا احترامي وأنا احترامي هاتوك ولا دوان آمن سنة وان رمايس ناية بو كفا كنايا يتهرب من ذلك وحكا تهرب يا وكعر يا وان رمايس ناية أنا ودي ما هو أنا احترامي دي ما هو أول نوان يب نبياش وأنا احترامي وأنا رمي سنة هاي قفكم مسلم كعبة الجهل وكايل هاي ربلا أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أنتوا ضبط أنا عالم حق مرة ما يستوي سيش هذا أساس كأمة ده رسول شهر إلى هاي وكدري وعقيدة التوحيد ويا عمل كستول لي ما توحى صل أؤه كندق أؤه تحجلين وكوي على انكر هدي عقيدة وناك سنجر هدي عقيدة ذو أي ما شك بحسنت أما لا حسنت هاي أما عقيدة بقى نجرين عملك وقفك الصمينة يا ومكتوب بالهواء أما من هواء الله يقول لي صاك لبده وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسوش إلهي هدي أنا هاي نحن أولاد علات وحنا يدرسكو أبكر يا أهو كلا هو يا أهو كلا ديننا واحد دين تيدو أسلان مو وحكال واحد دون أيام بها الشيغان وقالوا وحي لهذه بول هاي رقالة اتخذ الرحمن ولدا انت أفكا كلا قادين اتخذ الرحمن إله الرحمن وحو سميستي ولدا أبط المه سبحانه إلهي سقاكه فن
oo waxaan qaban ilaahay isaga ka nasahan bal ka kaala intu wala samaysoo mu samaysanina ibadun mukramun wa atoma la maamusay kuway awlaada ku sheegay la yasbiqunahu ilaahay kalama degdegaan oo kalama horeyn karaan bil qawli hadal وهم إيجو بأمره يعملون أمر كيس يجو أن كيس كشقيا يعلم وح أغانية وكحيرية هاي ما بين أيديهم وحكارية وما خلفهم وحكضم بايا ولا يشفعون من إرجين كران كو العابدي إلا لمن عيد بيو إرجين كران ارتضى إلى هاي ورالك النوضي وهم كو العابدي ملائكتي أوليدي من خشيته إلهي عبصدة أي كقران دراديد مشفقون وكوا فيتشيغن ومن يقول عد كل واغلة ومنهم ملائكة كمدة إني إلههم إله بان هاي كيرا هذا من دونه إنت إلهي كسوكيس إلهي بان هاي كيرا هذا ملائكة فذلك نجزيه جهنم كا جهنم نقلين دون نبا إلهي الملك دون إله هذا كذلك نجزي الظالمين ظلم فلياشة ساسو منواب علينا كفارت هرمود كيهين وشبهات كي ضلالات كي شركيات كي قالوا أي شيء جيّن حياري قال لي ماذا هاي شيء جيّن بقى إلى هاي وهل كان كساري ماشى أصل كذا بنا إيمان الآن بحشاد لي لأن الحياة شعبة من الإيمان نبي يقول الله عليه الصلاة والسلام حشاد واقيب كمذا إيمانك وقفك سدي سبأ وحكو حساب تما يا وحاء تري ولا سكذا بإيمان arinka turaalaha keenaya waxa weeye wuxuu leeyahay qofkani wallahi waxa hadaa ku dhawaaqdo waa lagu qaban laakiin qofan waa lagu qaban ba aaminsanayn iyo waa la iska gadaa iman ba de wixii afkiisa ka soo baxaba waa ku dhawaaqaya lidaarik bay noqon karnaa shahawaad nimankan gaalada waxyaabaha ugu daran ama rabitaanadooda waxyaabaha ugu daran waxa kamida waxa lagu dhawaaqaya inaan laga xadidin إن دتك أي حرؤ هذا وحي كل واقعية أو شهوة القول أما شهوة الكلام ربيتانك هذا وإن أن لجح الدين هنا آدي آدو الضنيوي إن فربضنا الدين ته أما الدين مهبا أي أسيقين مركا سيدا سيلا هذين مركو إلى هاي الليه أنا هذا الكام ميسانك إيه قرضة والليه سورة مريم بعد دي بقول نقن دونتا إنو عركة إيه دولك إيه بورها انتو با اسكو ديامي غارين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا مركه وحا سو كلام مقشه وحا كاغه مناسب وحا وي فسبحان الله رب العرش عما يصفون سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا مركه الهي وو جوابين من كان وحا وي بل عباد مكرمون اطومه به حتى الهي او شرحي ملائكته اها ملائكته اها إن بدنا يكون حد كتبين أيها إلهي وشرحين محيهين طلو الطامو شقدوا ذو محيط وحن لقوا شيئا مية كأقدوي بل عباد المكرمون وأطام الله مع موسى إنت إلهي نقضان اسكدا يوصيدي أطان لماذا أحقيتين ووحيدون في نوعهم عيد كلامي ذي بمتر تبع لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون إلهي قول كلامه الرئيان أمر كيسون بكشقية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي مع عصيان وحفرون بفليان صفات ملح لحلاحة كان تنك إيا إنسيك كبضا إياك ملح ملائكت إلهي وحاسو أمري وييليان إنت سنبابي وبرين وهلين arinta noocan oo kala ah waa ta looga baahan yahay dadka muuminiinta ana ilaahay ku adoonsaday ilaahay wixii xaqiisa ka yimaada inay yiraahdaan samicna wa adacna sida ilaahay muuminiinta ku aamanay samicna ilaahay oo maqalay wa adacna fulinay waaba intaaba inta la inaga doonaya waa intaa وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره نين إيا قبر إيمان له مناسب ما هدي إلهي الرسول كي يحكو آميان إنه هذا أنه حيلته يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا هكذا رمرين بأي إلهي والله إلهي رسولك قرآن ربي الرسول قارين قرآن يحتفوح الشيغان وحك لها بربر كيرين
waa adoonnimada lafteedii baa intaas. Iyagu ilaahay may koobin, awoodaha ilaahayna ma leh, laakiin ilaahay baa iyaga koobay. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وحي شيغي سواء الطوما إلى هيك عنتي سكوتي روح حق ظهري حق ظهري حق ظهري معنى عمل كودي هري عمل كود الظن آخر إي الدنيا ذا كل بكي تشوغان وقتي كي تشوغان ما شي تشوغان يا وحي عمل قبنا يعني أنت بوغي ما بين أيديهم وما خلفهم هدي إلى هذين مركي اللي قال هذا محاو عابد وحي إلى إلهي بين نور وين هي وين وشفع قاضيا لا يشف ولا يشفعون إلا لمن ارتضى intu ilaahay ka raali u bay awladiisa iyo malaa'igtiisa u shafaaca qaadi kara waxa ilaahay uu si raaciyo kale adoonimada sida ay u xaqiijiyeen malaa'igtaas wahum min khashyatihi mushfiqun absida ilaahay bay la cabsanaaya wa khashya iyo shafaqa labadaba waa laba khawf laba cabsiyood weey labadii cabsiyood buu ilaahay ku sifeeyay labadaba mushfiquna min khashyati absida ilaahay bay la cabsanaaya وبيان لبع عبسيادونا هين علم ذو قوة وحي كف سريا خشية ذو خوف مع التعظيم وعبسي وينين لصعت شفقتنا وحي خوف مع الحذر وعبسي في تجناني كجرت أو إله عبسي ذا أي نك عبسنا إن وحي كجد وانت هاي تعيد كلا لقى عبس ذا عبسي ذا نسأ كعبسنا إن وامذا إن إله وينين إنه وامذا إنه كجعل الله هاي وانا انو كعبسنينا وانا انو كجعل لكن ددك وحدبا اما وحكومه اما هيبت شيكتا عبسيدا لغا عبسنيا وا ميد لغو نعبيه اد لغا عبسدا او لا جعليه ميل ار خا لغا عبسنيا دي لا جعليه او لغا عبسنيا ده مركا عالمك ددك سو مري لغا عبسدو وخا لغا عبسنيا وا لا نعب لكن الهي عبسيدا اي اوليدي سو كعبسنايس وا ميد او قلمو اي هرو يهاه هو اهل التقوى واهل المغفره وامد وينين لا صوتو جعيل او لا صوتو هيبديسا iyo jalaalkiisa iyo kibriyaagiisa daraadeed baa looga cabsanaayada lagu jecel yahay shafaqaduna wax weeyaan awliyada ilaahay iyagoo ilaahay jecel oo ka cabsanaaya hadana iskuma haleeyaan kumana dhiradaan makrigiisana ma aaminaan laakinahum yakhafuna wa yarjun khawf iyo rajaa ayay labada isu geeyaan وقفكم ما ورانا يا إلهي وان شعلة إلهي وان كعبس إلهي حق سبان سيا بس هو يشني يبا سام ورانا يا لكن ورورا يا حلايا وارتلو حكوي جين دونا أود بقول لي هاي أحد أعلام السلف أيا وح أولها سيدان لو آمن يا إلهي مكرجيس يا ماشو جين يا سيدان وجا آمن نقول يا يضن نفكا حولها أهي ما يرد أو سدا حنوك هذا جبره ذي أما إلمها يا رسبي جا وحاسوح مضى لقى الشضيو السكرات كاي عليس كاو مراي إلى دبي باب ملاها سيدان وآميني كراي هالكو يجيني مركا وحوي شفقدو وعبسي في تجناري لسعوت هذي قو رجيني هذي قو كعبسني هذي قو كتشعل حتى نو تكيل على نيس لو وحطونا بياله وين صارقني إنا وحي الصماء يعدي ويديني استقع كل ده هتو كنا ريا قبسني وحسو عليا إذا نقبسن ميس مركا في تجنان تاسنا ولا سعة مركا لا بد إري خش هذا إيه مش في قون لا بد معنى كلا بحنايا إلهي بي تعليهين إياه كعب سنايا إلهي بي كعب سنايا إياه قايس كإلى علينا إياه أهتنا إلهي بقول كوت المام ينا دسا كوس عرت ودسا كعرت سورة الذاريات آخر كذا ففروا إلى الله إني لكم منه النذير المبين وعلى قول ففروا إلى الله إلهي حقي سويا هذا نوح اللوني إني لكم من نذير مبين سجان كعدة جي إذا كدة جي سجان كشناين يكون النار كلا ملاك توا كوا هذا كسوقات كوا هير كعاري وحلا كوش شجاي ميت كميدي هتو كرواتشيو وملاك تسيدا وقيمة بدن قارج ميد هتو شكتو إلهي سوني هيس وساق على إيه أهلي هيس وإلهي حقي سو شكتو تلا إلهي حقو مرينا يا ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كيدا هذا إلهي بعنها أنت إلهي كسو كيسا كاجها نمون بانو هيابو لهاي كذلك نجزي ظالمين إبليس بايس كدح جوغي ملايكتو أو مركي إلهي وأمر سيئ ملايكت أيو يسو كدح توس الكاس وبوضو يو حلانو كما نقبلين دي وحياد إلهي ويأمرت كما نقبلين وميدان كسر ريا يابات هو سيقو عليسو آدم لا يدعو ونكا مستوى سر ريا يا ديقو عليس دي محاق قاري وكان إلهي وكذلك نجزي ظالمين
ظالمينتا ساسو با لو اباليا كوك وكي ابليس اولم ير الذين كفروا كوي غالدها ميان ايغين اركينين اما لسعن ان السماوات والارض سموين كي دولك كانتا رتقا وحيهن كوي اسكو دغنو ففتقناهما مركاسانو كلفوجيناي وجعلنا من الماء وحبيها وحانو كابورني كل شيء وحول بحين ونو افلا يؤمنون محي الرومين لايهن طلو ان انت دليل كا قاتا وجعلنا في الارض رواسي دولكي وحانو دول دغني بورو ان تميد بهم سياني ددك اولا دقدقاقين وجعلنا فيها فجاجا بوره وحانو دخدودا يالني فجاجا ميل فرن او الى اه سبولا ودوين لمريو لعلهم يهتدون سيدتكم وهجم كران وماشي دون يانو غاري كران وجعلنا السماء سمدي وحانو كدغني سقفا محفوظا ميل سرايسو او دورسونو الىشن او عيدي دونتا با اني غاري كرين وهم قالوا عن اياتنا معرضون اياتها يغي كسي جيدان وانا اركيا وانا كسي جيسنيا وهو الذي وإله رب خلق الليل والنهار والشمس والقمر أفرتا إلى هاي وأبوري كل ما رياش ولم في فلك موجد إلى هاي وسمي يسبحون دبالنايا يقول اسكو دعين وإلى سديد آيضات مركا تعدم بلا قدرة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الموت والحياة إلى سديد الرماد انت روات الضبع الرماد كونية oo kamida aayad ilaahay macna hadii aynu kolkii hore soo akhriinay daliiladii cilmiga ahaa ee aqliga ahaa ee ilaahay marxaatiga iyo shaahidka oo ahaa jiritaankiisa iyo xidnimadiisa waxaynu akhriyeena daliila kawniya oo kitaabka caalamkan aynu ka akhriyeyno oo ka marxaati ka caaya meeshan laba ilaahay inaan jirin ilaah kaliya oo xakiima oo maamul wanaagsan oo abuur wanaagsan kaliigi u jiro ayay intana aad ilaahay cadeynaya marka baahida loo qaba akhrinta kitaabkan mid la eeg baa loo qaba akhrinta kaunkan inaynu akhrina aayadihiisana waa laba aayadoodo midina safaxaadka mishafkan ku yaalaan qaarna safaxaadka caalamkan inuu ku noolaa ayaa lagaaga baahan inaad akhrido qofta qofka uga aqoon dheer yahay aayadkan ilaahay uu ina tusinaya caalamka ka muuqanaya qofba qofka uga khibrad badan yahay uga cilmi badan yahayna aayada aayadnimadeeda uu sii arkayaa aayadaasi waa mid ay u siman yihiin dadku gaaliga islaamba way akhri karaan waa kan ilaahay cid kula hadlayba waaba gaaladaba awalam yara alladiina kafaru dadku may eegaan mu oranay kuwa gaalada ilaahay diidanimay tan eegaan nooca itaabsiida doonaya itaabsiyo aragsi nooca doonaya may aayadkan uu akhriyaan ilaahay way arki lahaayeen من شاعر وحليه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد شيء ولد اكتب آية علامة باكسوغان قوم وشنيس إلى هين كليه سبحانه وتعالى مركا قرآن كريم كا آديات أياء وغور رما فلق فلق آد بو شرحا قرآن marka imka halkana falagi iyo nujumti iyo shumusti iyo wixii oo dhan ayaa rabbuna oo sharxayaa halkan uu ka waramaya si muqaal weyn ay noogu sameeyso irki iyo dhulki miyaanay gaalada ogeyn inay ahaayeen kuwa radqiyo aan kala fujiyey radqi baa hana markaas aan kala fujiyey waxa culimadii hore ay ku fasirayaan laba macne ku fasirayaan kuwan daraasada sameeyay waqtiyadan dambe ee sanadahan u dambeeyay yara ororde wax eegayna ee gaaladuna ee quraanka aaminsanayna iyaguna intii un bay mareen abdullah ibn umar buu nin aayadan weydiiyay markaas uu wariyay bal aayada ii macne cirkiya dhulku kaana taa radqan radqigu waa sheegay isku dhagan fafataqnaahuma bal ii macne kolkaas uu ninka halka fadhiya odayga u tago bal waxa uu kugu soo jawaabana aan ka faa'iideystay igula soo noqo ilo isoo mar ninku uu tilmaamayna cabdillaah ibn cabaas buu ahaa cabdillaah ibn cabaas buu ninkii u tagay kolkaasaa su'aashii buu weydiiyey
waxa uu ku yiri way isku dhaganaayeeno kolkaasaa ilaahay tanna uu kor u fujiyey tanna uu hoos u dejiyey rafaca samaa'a wa wadaca alarda tanna korun buu u qaaday wuxuuba marka hore way isugu nabnaayeen ilaahay way isugu kuusnaayeen oo isaga makhluuqiisii bay ahaayeen marka fa rafaca samaa'a wa wadaca alarda cirkiina kor buu u qaado saqaf buu noqday dhulkiina hoos buu u dhigoo meel lagu nool yahay buu noqday ninkiibaa intii ula noqday ibnu cumar kolkaasaa cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu yihi markii hore waxaan isoran jiray waa nin kale cabdillaahi ibnu cabaas ku dhiirana qur-aanka laakiin maantaan uga hadhay buu inuu ilaahay faham dheeraada qur-aanka u siiyey macnaha wuxuu la dhacay tafsiirkiisa mar labaad ibnu cabaas waxaa laga wariyaa inuu ku fasiray kaanataa radqan fafataqnaahumaa radqi bay ahaayeen markaasaa fadqi ilaahay uu ku sameeyey macnaha kaanat asamaau laa tumdir faamdarat wakaanat asamaau radqan faamdarat wakaanat alardu radqan faambatat cirku wuu gudhnaa radqigaas macnihiisa wuxuu ku fasiray inuu gudhnaa dabeetana ilaahay irmaaneeyey dhulkuna uu gudhnaa dabeetana ilaahay irmaaneeyo nabaad soo saaray kana biyo soo shubay kana nabaad labadaa macne ayaa lagu kala fasiray oo la sheegay beryahan u dambeeyey daraasaday sameeyeen waxaa ugu horreeya bay idhaahdaan mid aan islaamba ahaynoo jarbal ahaa imanobal iyo waxbay odhan jireen magaciisa 1750-kii taariikhdan miilaadigu markii ahayd ayaa baaritaan uu sameeyey waxa uu ka yara iftiimiyey in 7 marxaladood uu soo maray abuurka caalamkani dabeetana tan buu sidan qur-aanku maaragtay uu ishaaray ayuu tilmaamay almajmuuca shamsiya intan la idhaahdo qoraxda iyo dayaxa iyo dhulku inay mid kaliya isku ahaayeen kadibna ay dayaxa iyo dhulku ka go-een qoraxdii saana ku qaboobeen ilaa ay gaadheen heer lagu noolaan karo tiibay sii yaro wadwadeen wuxuunaynu odhan karaynaa markaa tijaabooyinka ay sheegsheegeen ilaa 7 marxalay sii wadwadeen wuxuunay u markhaati kacayaan waxa uu qur-aanku ka warramayo ilaa waxay ku darayaan dukhaanka qur-aanku markaa uu tilmaamayo waaye oo iyaduna qayb ka mid ahayd bay leeyihin markaynu waxyaabahan wax ka sheegayno macnaheedu ma aha inaynu iyaga markhaati uga doonayno qur-aankeena kitaabkani kitaab saynis ma aha kitaab falag ma aha kitaab juqraafi ma aha laakiin waa kitaab lilhidaayati albashar basharka si uu u saxo oo quluubtooda u nooleeyo u hanuuniyo ayaa ilaahay ugu talagalay oo marka hore loo keenay waxyaabuhu ku hanuuninayaabay ka mid tahay wax badan oo xaqaa'iq cilmiya ah inuu soo bandhigayo isaga laga helayo dadka qancinaya ana sababta halkan ilaahay ugu sheegayo waxa ilaahay uu ku sheegayo oo dhan ee akhiiran markay dadku tijaabo ay sameeyeen ay gaadheen wuxuunu ka markhaati kacayaa un asalka la doonayo aynu ilaahayna ilaah keliya yahay inta ka soo hadhayna addoomayihiin waxoo dhan intaasay ka wada markhaati furayaan marka radqa labadaa macna lagu fasiray way isku yaaleenoo uu kala fujiyo markaasuu kanna xagga sare mariyay kanna xagga hoose mid waliba halkiisa uu ka mid yahay mid ciddii ku noolee ilaahay uu ku abuuray ay ku noolaan karayso mid waliba uu yahay mid sakhiran arrinta labaad ee ilaahay uu sheegay waxa weeye taasi haddii ay ahayd mucjisa cilmiya wajacalnaa min almaa'i kulla shay-in xayin biyihii waxa aanu ka abuurnay noole kasta noole kasta wuxuu ka soo jeedaa biyaha maadatu lxayaa baa nasku uu tilmaamayaa oo indhaheenna u jeediyey bal biyaha inaynu eegno iyo nolosha biyo la-aantood lasta xaalati lxayaa haddaanay biyo jirin nololiba ma jirteen lafdiga almaa qur-aanka wuxuu ku soo aroray bay leeyihiin culimmada dabagalay ilaa 33 jeer buu soo aroray isagoo munakara munakar maa-an oo aan alwadanin 16 jeerna wuxuu soo aroray isagoo mucarafa oo almaa sida halkan oo kale ah almaa ali ay ku jirto marka laysu geeyo waa 94 jeer waa kontameeyo jeer ayaa ereygani uu ku soo noqday qur-aanka macnaha taasi wuxuuna tilmaamaysaa un nicma min nicam illaah ilaahay nicmooyinkiisa mid ka mid ah nolosha nooluhuna ay ku xidhan tahay inay tahay oo ilaahayna addoommaha ugu mana sheeganayo awooddiisuna ay halka aynu ka arkay inay ka muuqanayso qur-aanka kariimka ana mar ilaahay wuxuu ugu mana sheegtaa biyaha bani aadamkao dhan mar mu'miniintu ugu mana sheegtaa siyaabo kala duduwan ayaa qur-aanku biyaha u cabiraa mar mu'miniinta ilaahay u mana sheegto waxa uhi huwa aladii anzala min asamaa'i maa'an lakum minhu sharaab
ومنه شجر فيه تصيمون ومن تقرب ما هو بني آدم كورا وإله بيدي سودك قيب أعبيسان قيبنا داق باك بحية حولها تاجسان وعلى هاي كسي في القرآن كبيها سينيهين ضرب بركيسان وبركاته بيها كبطنت ونزلنا من السماء ماء مباركا حاجة كورها دبية بركيسان باني ذيكا كاني وبركاته لقيها لأي آن لقيها لأي مالكا لأي وعلى القرآن كتلمامي نعموين كأهل الجنة لوغو برواقين ييني بيه كمدين حرمانينتا لغا حرمانية لغا علف كوية بيها أهل النار كنا ووحا قبضا أي دريميا نعمة دوغو ينوا بيبول ابن عباس فارميا إذان أركس دوغو قيليا أهل النار وحي كلارا انت إلاوين بيبي حصوص دي إلهي باوحر ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أنت دواقين أهل النار كبه أهل الجنة وحيكون هذين أربيها إلى هيدي سي يا وحاوذ كو أرساقي أفيضوا إن يرون سوى بتاعية المشروع حباك بتاعية أرين يرون قصفة يرون حقا يقوسوا جيدية من أفيضوا إفاضة ذو بتاعة وروحا بتاعية إن يرون حقا يقوسوا جيدية أهل الجنة هنا ويجوابين وحيد هذين إن الله حرمهما على الكافرين قال إلى هاي لبضا مكحاران تنمي بيها الجنة إيا أرساقات الجنة عطسيقوا أتكا بيي بيي أقدمين لذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام وحياوها ومدوا أيوة ليهين بيها هي طاقة أيوة أيوة كامل ديك مررك قارك القرآن كوحا وتلمام بيها لفتو ذين كامل نقوم كران عيدا ماذا إلهي إيا جنود ديس ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وما ظلنا قوم نوح يكمل هاي ما بيها سن الهاي وكورقف بيو مركا يدقاقان تواريق أركيو ووحان لوابين كارين جات كابضان إيا بيا كابضان إبوا كوها فيان بالي وشنود إلهي إلهي ومدى إساقوا مركا لهم من نفسه يغان إيا بحارة دو دا إيا نذافة دو دو إني سيدي نرش وقصلا يسنت هاي بيها نذافة دو إني بيها وقصلا يسنت إباو تلبام إيا نس مركو إلهي نوغم من نفسه يغان إيا ولينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وحي إلهي دون إيا إنو إذن كسودة شيء بيو إذن نظيفية أو إذن كن نظيفية سيدات دلات دين مرتين نعمة دان نغدين نعموين كاللقو محد قد بلقو منكب ريه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاو إن فريا إنا إنو اقتساد كصمينو إنا إنو آيرنو ومعدن تاية خيرات كا إلى هاي ونسيي أينا كو إسرافي صحابي سعد ليرابو مال صامر النبي ويسوا ويسيس سعد بصامر رسول يدو سعد ويسيسني يا سعد ما هذا الصرف واروا ما حيث بيها انا تكون اسراف يساوي والقاسا سعدنا ولي افل الوضوء صرف يا رسول الله وما ويسد ميو قالي كرا اسراف عندي عبيد بن مودي ميو قالي كرا ها ما بنانين بيها لو اسرافه ولو على شاطر النهر وريق قركي سبا ها جوق قفكو يا ملك حديث معني سدا يحي او حسنه ايا النبي كو خصي ان بيها لو لخجلاب او لو ان لا ترى بيه ده طبعا مشكلة دائما كعالم كل قيل يا وبيه أرساق دي بايراتي يا وحي البير يا وحي العون يا وحي أرمي يا وكل كرام الدهرنا كل حوضة وحي سقوب بيه شو بني بيا يا راد يا راب يا مالك لا يقول يا وحاسا بركي نجا ندب بدنو إن هاي استا تدك هذه بيها قبسن الهاي والله عكت يشات كي سيجار ككل عنا أي بلية كوك قدن الهاي وقت يشات كي سيجار كوب حيانا أي مالك كوك قدن الهاي بيه وفريستان oo baa loo dhigan laha teetal iyo dadba waxay cunaan oo lagu ceesho waa la heli lahayn laakiin deeme bi marna way naqaadaya laba bilood ka dibna haradnayay booyadimada weey waa dad ku abuuran sidii ilaahay nagu abuurun bay ku taaganay waa caatilina aan al-amal wax alla wax aynu qabsanayno wax la isbedela midamayaan afala yu'minun biya la sheegayo waxa la sheegay arin falakiya oo la xidhiidha kaunka halkaas ay ilaahay u afalaa yu'minuun maxay u rumayn waayeen waa kuwa dadkan daraaseeya maxaan ku oraadaa kiimiyaaga ayaa waxay dhahaan wax kala daayo hatta al-hajar laga xaalaftiisa hadii aanay biya wax kaga jirin oo kala daadan lahaa oo isma haysteen
marka xataa shayga jaamidaadka ah kaalinta ay ku leeyihiin baa weyn sida nolosha oo kale. arinta kale ilaahay uu sheegay waxa weeye wajacalnaa fil ardi rawaasiya an tamiida bihim, dhulkii buuraanu dhex dhignay iyaba waa aayad kale si aanay ula dhaqaaqin dadka. buuraha qur-aanku wuxuu tilmaamay inay yihiin qodimada dhulka haya, addaqd alkhaariji waddaakhili bay dhahaan, tawaasunka gudaha iyo kasare labadaba waa hayaan buuruhu. akhiiran baa la ogaaday inay xikmadda buuraha ay ugu taagan yihiin dhulka ay taa qur-aanku uu sheegatay bari dhaweyd bay ogaaday. weliba sida qur-aanku had iyo jeer u cabiraa waxa weeye awtaadan qodimo ayaa aayadaha qaarkood ay cabirayaan. awtaadan watadka iyo qodimku inta soo jeedaana way yarta, inta aasanina way badanta. qodinkan lagu taago wax maxaa la ydhaha qodinuun soo maaha afsoomaaliga, dee waa qodinuun. marka qodinkaa inta badanina way aasantahay si uu wixii lagu taagay u xejin karo. dhigahana waa lagu taagaa si aanay u dabanin, haragana si loo dhiso ayaa loogu taagaa. buuruhuna nafsa shay si awtaada ilaahay uu ku sheegay weeye. oo waxay yidhaahdeen inta ay buurtu soo jeeddo 15 laabkeed, 15 laabkeed ilaa 15 laabkeed bay aasan yihiin. macnaha inta soo jeeda 15 jeer in la-eg baa aasan, sidaa qodinkaba inta badan ee u aasantay ilaahay baa ku dheelitiray subxaana wa tacaala. wajacalnaa fiiha fijaajan subulan lacallahum yahtaduun, si dadku u hanuunanaysu gaari karaan. fijaaj iyo subul, meelo golo ahoo ay ka kala go-ayin buuruhu. shicbi ayaa la yidhaha afcarabiga, halkana gol baynu dhidhaa, iyo ishaa iyo ilaahay meelo ay ka kala degsan yihiin labada buurood laga degi karo wey fijaajku, oo subulna ahoo la mari karo. bal silsiladaasoo isku xidhan eeg, ma dayuuradaa lagu dhaafi lahaa hadday silsiladuhu isku wada xidhan yihiin? laakiin ilaahay halkii laga degi lahaa la mari lahaa buu salaxay. haya saashan waxaa kaloo ilaahay uu xusay wajacalna samaa'a saqfan maxfuudan, waa saqaf la ilaaliyey, waxaa laga ilaaliyey inuu soo dhaco, waxaa laga ilaaliyey cid aan la ogolay inay farageliso. saqfan maxfuudan wahum can aayaatiha mucriduun, meesha aayaad baa ka dhacay calaamooyin. wa huwa aladii khalaqa allayla waalnahaara waashamsa waalqamar, afartaasuu ilaahay israaciyey. afartaa arrimood ayaa qur-aanku uu isku xigsiiyey, afartan arrimood oo israacsan waxay had iyo jeer u badan yihiin. marka habeen maalin la sheego habeen baa ka horeeya, marka qamar la sheegana shamsaa ka horeysa, sidaasay u kala horeeyaanoo habeenkuna maalintu asalu yowmadu waa asal ahaa oo iftiinkaa dambeeyey, qoraxduna dayxay asal u tahay oo nuurkuu ka qaadanaya. marka inta faraha badan ilaa 24 meelood oo 4 isku xidhiidhsan yihiin, habeenkaa horeeya qoraxduna way horeysa. ilaa 12 meelood qur-aanka dhexdiisa oo ashamsu waalqamar gaar ay u sheegan yihiinna shamsada horeysa. marka iyaba waa xikmad. akhiiran cilmiga xadiidkana wuxuu ka markhaati furaya horeyntaas xikmadda iyo latiifadday leedahay waxa weeye midiba ka kalu asal u yahay saa looga horeysiyey. kullun fii falakin yasbaxuun, falaggaas waa kownki, waa wixii ilaahay u abuuray ee isaga ka soo haray. marka falagu waa mawja makfuufa, eeriya ballaadhan oo ilaahay uu u diyaariyey meerayaasha, hadday tahay nujuumta iyo shumuustaba oo ay dabaalanayaan. sabaaxadu sibaax waa dabaalashada, halkaasay dabaalanayaan. falaggaasaa wax walba ka sii weyn oo marka uu shaygu inkastaba ha weynaadee falaggaa galo wuu yaraanayaa. dayuuraddan iminka ku ag fadhiday masaajidka la-eg, bal adigu u fiirso marka ay gasho hawada, in yar markay kaa socotaa unbay tukan noqonaysa. marka wax waliba markuu falaggaa galo ayaa si dabaashan u suurageli karto ayuu yaraanayaa. ilaahay baa u diyaariyey subxaanahu watacaala halkaasoo wax ku adkaanaya isaga aanu jirin iyo wax ka kharaabaya toona. wamaa jacalnaa umaanaan yeelin libasharin min qablika, bani aadam adiga kaa horreeyey, alkhulda waaritaan umaanaan yeelin, afa in midta haddaad dhimata nebi maxamedo fahum afahum alkhaaliduun, iyagu talow miyay waarayaan. kullu nafsin daa'iqatu lmowt, noole kastaaba geeri buu dhadhamin. wanabluukum, waanu idin jirrabaynaa, waa idin imtixaanaynaa, waa idin tijaabinaynaa, bisharri, balaayooyinka idinku dhacaya, walkhayri, iyo barkhaddiiyo wanaaggaa helaysaan, fitnatan iyada oo imtixaanayta.
وإلينا ترجعون امتحان كاد بدي وإلينا ترجعون حاجة يقال لدين سوء علن دونا له وحاجة يقال لدين هركيوني وانو يدين امتحان دونا أبو لهاي وحا أرنك وصنغ أسل المسالي لا يسكوها يستوى الرسول كي رسالته هي قرآن كي التوحيد كي لا يسكوها ركاسا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال سيولا لغميسي أي إلهي هل كان جوابه والله قيمة يا رسولك وكجواب لها حتى إلى هذين ودمان أي أنسوقنا سيدي نمانكي هوري خديان كلاقة تاقنابا ودمان جرين إلهي بات جواب تم بحيا وحولي بشر أديك كاهو الرئيو واري جرين ديما جرين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد سنة النرش وحوية إلا إسوي دارتو قرني قاني تاقا قرني أكلا كوحي قصا يسوط بصح يقول كوة تقا يكو وكان إلى هاي هتا دما تمية واري أفاين متفهم الخالد ترى هتا دما تو يقوم يواري أدنى وادي من يلا وادي من مركا واحد تصينا يس الدليل كي يضاد إن يكف شلمان يقنع أي تاجي هي المنتهى العجز عجز قال كي قدام بيسي كل هذا ملك كل سجيا وعجز قال كي قدام بيسي كل هذا جيري كل سجيا وح كلا لغور كي أنا لواي نالك استجيري بودر دمين ما هبشر كقرة سنة الحياة وحويين جيري قدام بيس إلهي سبحانه وتعالى تا أبو ريا عدك استواها أهاته تاريخ العالم كسين وكهينه سوشرانك أكل النفس ذائقة الموت طلب نرش حك بصير تيد وامح طلب محا نعمة الله يسوسية طلب محا بلايد وتذكر ورد على طلب محا يسبدل كان الدنيا ذو سيدان وقص عنا إلا وحا الدنيا الطبيعات إذا كم إذا الدوام الحال من المحال حالات كلينة دائم توا مستحيل معناها قفكو أمر ربا هايستا أمر ديف لابدو يسوكو مبحيا dibka isku jooga waa naarta dheefta isku joogtaana waa jannada laakiin halkan waa nabluukum bisharri wal khayri fitna waxaan ku fitnaysanahay sharka ina soo maraya sharku waa dhibaatada iyo khayrka ina soo maraya oo ah dadku dheefta ay helayaan iyo waxa wanaagsan ki wax wanaagsan helay waa ku imtixaanay ki wax xun iyo dhibaato soo gaadhayna uu ku imtixaanay ilaahay baana la hortagayaa oo keera imtixaankii baasay baa loo eegaya kitaab laga qoray oo laga diyaariyay unba la soo kala bixinayaayo keeba arday wanaagsan noqdo imtixaankii ka shaqeeyay sirtii noloshana gartay tijaabadiina ku guuleystay keebaase fashilbay gabigeenuba waxaan arday imtixaan ku jirtay intaan halka ku noolay sirta noloshu waa nooca waa ka nabi wuxuu allah qofka muuminka arinkiisu wanaagsan la yaab u leeyahay haduu ilaahay balaayo ku rido uu ku sabriyo khayr bay u tahay haduu nicmo helana ilaahay uu ku mahadnaqiyo khayr bay u tahay walaysa dhalika illa lil mu'min qofka muuminka ahun ba arinta iska leh laanahu fahima sirra al haya sirta nolosha iyo xikmadda noloshu fahmay marka intan fahamsan tahay hadii balaay kugu dhacdayna inaad imtixaananto sabir laga eegayo hadii khayr aad heshana inaad imtixaananto shukri laga eegayo tabaysidibaba maysidba sidibaba maysida arimaha ilaahay baad u deynaysa qadarka rumaysan tahay maskaxdaada wax culays soo saarani ma jiro laakiin waxa xusid mudan fitnada imtixaanka khayrka iyo awooda iyo maalka iyo aqoonta iyo nicmada imtixaankaasa ka culus imtixaanka faqriga iyo hayn la'aanta iyo durufta oo imtixaankan wax iska xajiyaa uu yaryahay oo waa lagu kibraa laakiin imtixaankan inta ku sabirtaa way iska badan tahay taasaa mulaaxadadeeda leh oo ah in lagu baraarugo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات